نيجي بقى للوصفات اللي بعدها. عندي هنا حاجة للتلقيط، هعمل جزر جنبه صوص. عايزة اقول لكم جزر مش نشويات بس، كل خبراء التغذية يقولوا لك اخصائيين التغذية وماله، كل جزر بس اقدر كل جزر. ليه؟ جزر من الحاجات اللي هي ايه، بتنفش جدا، بتشبعنا بسرعة. فالنهاردة اخترت ان انا اعمل ايه، طلقيطة جزر، سناكس جزر، سلطة لذيذة ظريفة، وهعمل جنبها صوص بس من الجزر. طيب مقاديري ايه؟ يلا بينا. ماشي، الورق اتبل فلزق في بعضه. عبارة عن ايه؟ جزر حلقات، انا حطيته على النار علشان انا هسويه على البخار مش هسلقه. طيب هحط عليه ايه؟ هحط عليه بقدونس مفروم، ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، زيت زيتون. تاني، الجزر هحط عليه بقدونس مفروم، ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، وزيت زيتون. نيجي بقى لصوص الزبادي الخطير اللي هيليق معي. على فكرة ممكن احطه على البخار، ممكن اشويه في الفرن الجزر برضو. الصوص بقى بتاعي عبارة عن ايه؟ زبادي، شطة، ثوم مفروم، بقدونس برضو، ورشة نعناع، وملح وفلفل اسود، وشوية زيت زيتون. ماشي، تخيلوا بقى انتوا بتاخدوا كده بالشوكة وتحطوا في الصوص ده، هيعجبكم جدا. انا عندي هنا الجزر بي على البخار بيستوي اهو، ماشي، على البخار يستوي، يستوي اتبله اهو. تسلم ايديكم، اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي، انا عندي هنا البيف بتاعي استوى. طيب يا فيفا انت عملتيها بقطعية البوفتيك، قوليلنا ايه تاني؟ طبعا ممكن انتركوت، بس انت كنت فيها دهون وانا مش عايزه دهون كتير. ممكن انا عملت بفتيك، ممكن كولاته ما فيهاش دهون، ماشي، ممكن طبعا فيليتو، ماشي، يعني اي حاجه دهونها تكاد تكون معدومه او قليله تنفع جدا للوصفه بتاعتي دي. ده لو بعمل اكل ايه صحي. لو ما بتعمليش اكل صحي فحته الانتركوت او الريب اي هتبقى عظيمه عظيمه في الوصفه دي، حقيقه هتعجبك جدا جدا جدا. وساعتها تشوحي اللحمه وتشليها وتعملي صوص وتنزلي على اللحمه بعد ما تقطعيها. انا بعشى الانتركوت والريب اي. تعالوا، خلاص عندي هنا كده، هرش عليها رشه فلفل. الناس اللي بتحب الفلفل الحار، انا عندي الاكل اللي هو التشاينيز ده يا جماعه لازم ارش عليه رشه فلفل، مهم جدا احبها كده. ورشه هنا بقدونس على الوش، طبعا لو عندي سمسم هحط سمسم، بصل اخضر برضو هحط. عجباكم؟ ملونه وسريعه وجميله. وعندنا استاذ اسامه بيقول على فكره رحنا جربنا الوصفه بتاعه الاثنين اللي فات، بيقول لي عجبتهم قوي، وانا برضو عملتها الاثنين اللي فات وعجبت الولاد قوي. طيب تعالوا بقى نعمل الصوص، يلا بينا لحد ما الجزر يتعمل، علشان عندي بعدها، حاضر، لا ازاي، عندي وصفه حلو حلوه جدا للاولاد ولينا احنا يا كبار كمان. طيب يا استاذ يوحنا، ازاي حضرتك؟ ازيك انت، اخبارك يا شيرين؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله والف سلامة عليك. الله يخليك، الله لسعت زيت بس كانت ايه فينين العين. على فكرة انا كمان بتشوه كتير صدقيني. عشان بتدخل المطبخ، ما هو عشان بدخل المطبخ، ما هي دي علامة اي حد بيدخل المطبخ بيتعلم عليه كده على طول. علامة الجودة. علامة الجودة، علامة الشطارة. سعيد عقبال 100 سنة كده، ربنا يخليك تصلحي ولادك وبنوتك يا رب. ربنا يخليك، والله والله يا جماعة بتحلبوني بذوقكم والله، ربنا يخليك. لا يا شيخ انت تسالي كل خير يا ربنا يخليك يا استاذ يوحنا. وحضرتك عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله تمام. انا بس بفكرك بطلب كنت طلبته منك واكيد نسيت، انا عارف حقك عليا. قول لي. طيب لا ولا يهمك، نفسي اعرف البولوبيس البيتي بيتعمل ازاي. معلش بعد اذنك تاني، البولوبيس البيتي. انا اسفه، انا جربت اللانشون بتاعك تحفه بصراحه، فنفسي اجرب البولوبيس. طيب النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. تستناني ليوم الحد؟
استناكي يا شيخ، اسبوعين تانيين مش مشكله، بس خليني استناني اليوم الاحد خلاص. يوم الاحد ان شاء الله عليه شهرنا عشان ما ننساش. بولي بيف، احلى بولي بيف. الله يخليك يا شيخ. حاضر، بس كده عيوني. يا سلام، ربنا يخليك، تسلم عيونك. ربنا يخليك، ربنا يخليك والله يا استاذ يوحنا، ودايما كده سامعين صوتك بكل خير. شكرا بجد، شكرا. واسفه لو اي حد طلب مني حاجه ونسيتها. الشطه عملت عمايلها، انا ليا حادثه دلوقتي كل يوم. الشطه حطيت بس ايه، رشه شطه بسيطه جدا دخلت في نغشيشي على طول، وطبعا شطه يعني على طول ايه نعطس. طيب انا عملت الصوص، تعالوا نحطه بقى في ايه بوله صغننه وندخل على الحلو اللي بعده. لو يا جماعة أنا نسيت أي وصفة معلش ارجعوا كلموني تاني، أي حاجة انتوا طلبتوها صدقوني بتبقى حاجة غير مقصودة بالمرة، ربنا يعلم. بالعكس ده انتوا لما بتطلبوا مني وصفات انتوا كده بتسهلوا عليا الأفكار، يعني أبدا أبدا يعني مش بيبقى قصدي ان انا انسى خالص. حقكم عليا لو نسيت اي طلب انتوا طلبتوه مني. عايز اقول لكم بقى الصوص ده خطير، سلطه الزبادي دي تنفع جنب مشويات حلوه قوي قوي، ماشي، فيها عصير ليمون وفيها توم فيها بقدونس فيها شطه، تنفع جنب مشويات حلوه جدا، تنفع جنب اي سلطه عايزه تلقطي فيها، يعني طبعا خيار تنفع، يعني عايزه تاكلي خيار كده كانك بتاكلي خيار بيه، عارفه الجبنه الاسطنبولي، انت كانك بتاكلي خيار هنا بالصوص ده، هيعجبك جدا. طيب هرش عليه، مش هحط زيت زيتون، مش عايز، انا عندي بالنسبه لي كده حلو قوي. طيب يا ام طارق احطه لحد ما نجهز الصوص. وحشاني يا غاليه. يا حبيبتي وانت كمان، عامله ايه اخبارك؟ عامله ايه وانت؟ مبروك على فكره، اول مره اعرف ان عيد جوازك النهارده. بكره. بكره 9/5. الله اكبر، اكتبي في الاجنده. اوصلي يا رب 100 سنه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا كل سنه وانتوا طيبين وجوزك واولادك. حبيبتي وانت طيبه وجميله، ربنا يخليكي. ربنا انت عامله ايه؟ وحشاني والله. وانت كمان يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله. انا اللي بيصبرني ان انا بشوفك على النت على فكره. يا حبيبتي ربنا يخليكي ام طارق، يا بصوا متابعاني جدا، وربنا يخليكي يا ام طارق. والله العظيم انت بجد غاليه عليا قوي. حبيبتي وانت كمان، ربنا يخليكي وكلكم، ربنا كلكم يسعدكم، ربنا يسعدكم، ربنا كلكم يا رب، والكاست كله بتاعك يا حبيبتي، وهم كلهم بيعزوكوا وبيحبوكوا، وحقيقي حقيقي لما حد بيغيب علينا شويه وبيتصلش نقعد نسال بعض. ربنا يبارك لك بجد، ده حقيقي، ربنا يخليكوا لينا. سلام. عامله ايه؟ حلوه. ماشي، قفلت. سلام يا حبيبتي. انا عملت هنا الصوص اللي هحطه على الجزر، الجزر هنا زي ما قلت لكم بيستوي على البخار، تعالوا نديله تقليبه، طبعا ما بياخدش وقت عشان انا مقطعاه، بصوا عامل ازاي مقطعاه بالشكل ده، كنت عماله لقطه على فكره اهو. ده مجرد ان انتوا ترشوا عليه الخلطه دي توم بقدونس ملح وفلفل اسود ورشه شطه، بس مش هرشها تاني، ها دي كده خلاص سلطه لوحدها عشان ما اعطسي، دي كده سلطه لوحدها، سلطه جامده جدا جدا. ماشي اهو، الجزر عندي على بخار. طب تحت هنا ايه يا جماعه؟ تحت هنا في ميه اهي، وحاطه عندي المصفى ومغطيه، انا مش عايزه اسلقه، انا عايزه اخليه يكون في عارفين كده مد يعني مدغى قطمه.